ما يكون في علمكم بأن نجينا الصيد البحري شنو اللي كيمثل وهو العنصر الأساسي بالنسبة للاقتصاد ديال المدينة وبالمنطقة ككل. ومدينة العرايش راه معروفة تاريخيا بالأنشطة اللي كانت كتزاول هنايا، لا على سبيل المزارب ولا على الصيد الساحلي والتقليدي. والصيد الساحلي فيه جوج ديال الأنواع ديال الصيد، وهو الصيد بالجر والصيد بالسردين وسميتو والصيد بالخيط. المنطقة ديال العريش كتمتاز بواحد المنطقة بين قوسين، كانت منطقة غنية بالنسبة للثروات السمكية. فهاد السنين الأخرانية نظرا للأحوال الجوية ونظرا لهاد الشيء اللي وقع على الصعيد الوطني، أن الحوت ما بقاش. وهذاك الشيء هذاك رجع نقدروا نقولوا الاستغلال العشوائي ديال الثروه السمكيه، وهذا العنصر البشري كيتحمل واحد هذا سميتو اش ماشي نقول لك واحد نسبه كثيره. وفي نفس الوقت الاحوال الجويه وكما ما كتعرفون بان الميناء العريش في المصب ديال واد اللوكوس. واد اللوكوس وراه كلشي تقريبا كيكب فيه تلوث اللي كاين، وبزاف ديال الانواع ديال الاسماك اللي ما بقاتش موجوده في هذه المنطقه هذه. وفي نفس الوقت الهجره ديال المراكب اللي كيجيو من مناطق اخرى كيجيو من هذه المنطقه ديال العريش. منطقه العريش كانت غنيه بالخصوص بالنسبه لان الميرلون ولا نسميتو كنقولوا الغامبا في هذه المنطقه هذه، اللغه ديال البحاره الغامبا، وهو القشريات ديك النوع ديال الحوت القشير. دابا كاين واحد خصاص كبير بزاف اللي كاين في المنطقه، واللي قضى اللي زاد اثر علينا وهو الجرح جات تعمق، وهو المحلوقات الاثمنه ديالهم طلعت بزاف. راه كاينه بزاف ديال لي زاماتور اربع مراكب اللي هما ما قدروش باش يواكبوا هاد الارتفاعات. وكنا مؤخرا وكان واحد الوقوف اضطراري راه بدا من مدينه العريش ومشى من المنطقه ككل، المنطقه المتوسطيه من ناظور نسميتو الجبهه المديق طنجه العريش وهوت القنيطره. علاش ما كانش التكاليف ما بقيناش كنقدروا نواكبوا هذا الارتفاع المهول ديال المحلوقات، ما قدرناش نواكبوهم. وكان وقوف اضطراري بدا مراكب ديال الجار ومن بعد حتى المراكب ديال السردين. وهذا الشيء نقدر نقول لك بهذ الاكراهات اللي كاينين، والاكراهات اللي كاينين محليا وهما على التجهيزات الاساسيه اللي كاينه في الميناء ديال العريش. جات لاي ام بي قاموا بواحد العمل جبار بالنسبه لهذا، كيجيو كيعملوا الديبازاج ترى في الميناء ديال العريش جا في المصب ديال واد اللوكوس، وكاينه التسربات اللي كيخلقوا متاعب كثيره بالنسبه للمراكب. وفي نفس الوقت لاي ام بي قيمه بالخدمه ديالها، جهزوا الميناء بلي كاميرا دو سيرفيونس بالجرف ديال هذا سميتو ديال الحوض ديال الميناعين. كانت ليجا تاثرت علينا اكثر في هذه المنطقه وهي الشركه دغابور. شركه دغابور كانت كتقبض وكتخرج الرمله باش كتبيعها، وهذا كان عنده تاثير سلبي على البيئه البحريه. ما بعد مراسلات والسيد الرئيس ديال الغرفه المتوسطيه مشكور بان قدمنا شكايات كثيره على الصعيد، تشكينا الغرفه والغرفه قامت بالواجب ديالها مع الوزاره المعنيه باش ديال البيئه. وحاليا الحمد لله بان ديك الشركه ما بقاتش كتخرج الرمال من 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 هذا من الشاطئ ديال مدينه العريش. واكراهات كاينه واحده اخرى وهو بالنسبه للداخله ولا الخارجه ديال الميناء. قبل كانوا مسميين هذا لي اسبانيول كانوا مسميين لا بوكا دي ليون وهو بالدارجه نقدروا نقولوا فم الاسد. مؤخرا راه وقعوا كوارث كثيره، ومؤخرا كان في الاسبوعين كان واحد الباركو بان مشى
الله تعالى وتبارك الطب بذاك البشر بالبحارة الطب بهم بأن موقع الحوادث في الأرواح البشرية ما كانوا شيء، ولكن هذا سميته الخسائر المادية كانت كثيرة بزاف بالنسبة للمشاهد. فين كاين الخلل في الميناء؟ فين كاين المشكل بالضبط؟ لا هذا الشيء كثر ديال الحوادث ديال جنوح المراكب. جنوح المراكب لا، بالعكس قبل كان خطر كبير بزاف، ولكن هذا سميتو تعمل الحاجز الشمالي ومن بعد تبنى من مورا الحاجز الجنوبي، والحمد لله ما بقاش سميتو اللي كيخص يكون لو دراكاج ديال الكانال. الكانال كيخص يكون بريسك بيرمانونت نقولوا دائم، حيت كاين التسرب ديال الرمال، تصرف ديال الرمال وكتغلق. هذا هو المشكل اللي كاين بالنسبه لي. اما في وسط الميناء ديال العريش وكاين واحد المشكل دابا حاليا مطروح، راه تنخرجوا للمرسى وغادي تشوف كاينه شركه ديال درابور اللي خلات لي زونجان ديالها في وسط كيحتلوا واحد الرصيف، واحد المساحه كبيره ديال الرصيف، والمراكب كتصيبهم سميتو قرابين من بعضياتهم بزاف. نظره تقريبا كاينه شي 120 مركب ديال الجر اليوم نشيطين في الميناء ديال العريش، وما بين 75 حتى 80 المراكب ديال 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 السردين. ومن بعد كاينه الصيد التقليدي الفليك الميناء. بالنسبه هذا المساحه باش تستوعب هذه المراكب، وعاد كاينه لي مضغاك. لي مضغاك هما اللي كيصيدوا التون، اللي كيصيدوا التون، وهذه هي التيمبورال ديال التون. دابا كيوجدوا الماتريال ديالهم، الميناء ما بقاش كيقدر يستوعب هذا العدد الكبير ديال المراكب. وكاينه واحد الرصيف، وهو رصيف فين هما كاينه سميتو اللي عندهم السلام، هذاك راه هو نهر حاليا دابا راه هو ماشي. ولاين بي كانوا قالوا بان غادي يعملوا ابيل دوفر باش يشوفوا يصلحوا هذا سميتو داك الرصيف اللي ديال الصيد التقليدي. والحمد لله بالنسبه للادارات كاينه الادارات كاملين موجودين في الميناء ديال العريش، كاينه لا من البحرية الملكية ولا هذا سميتو الدرك الملكي ولا الشرطة، القوة المساعدة وكاينة لا دول. في ظل هذا الوضعية ديال الميناء، واش ما كاينش تفكير مثلا في إنشاء ميناء آخر أو هذا جديد أكثر بوسائل السلامة ولا الأمن؟ هذا هو الأمل ديالنا ودائما كنطلبوا به. كان ممكن هاد ممكن، ولكن هادشي اللي خرج على الطاقه ديالنا كنطلبوا به باش يعملوا باش تعمل الميناء. التاريخ ديال الميناء ديال العريش كان الميناء كيدخلوا هذا سميتو دي باتو دو كوميرس. لي باتو دو كوميرس كانوا كيدخلوا حتى هنا، وكانت السكه الحديديه لحقه حتى للميناء ديال العريش، تلحقه حتى للميناء ديال العريش، كيدخلوا لو طران كيلحق حتى للميناء. ولكن هادشي هذا قديم، دابا حاليا داكشي هذا كامل رجع للورا. وهذه المنطقه غنيه، الاقليم ديال العريش غني لا من ناحيه ديال الفلاحه ولا من ناحيه ديال الصيد البحري، ولكن النصيب ديالها قليل بالنسبه للجهه ديال طنجه تيكوان الحسيمه. دابا لا تمركز راه ماشى الدوله فيه كتخدم فيه، وكنتمناو بان هذا سميتو العريش تاخذ واحد شي نصيب ولو قليل. مدينة التاريخ ديالها وهو عريق بزاف ومشهورة لا من ناحية ديال الصيد البحري ولا من ناحية ديال شحال ديال النسبة اللي كيشغل القطاع الصيد البحري؟ نعم شحال ديال النسبة اللي كيشغل القطاع الصيد البحري؟ العاملة اليد العاملة راه ملي نقول لك بأن كاينة 120 باطو ديال الجار، كياخذ البيرسونيل اللي كيمشي ابور ديال الباطو، هذه المناصب ديال السوق ديال الشغل مباشره ما بين 12-14 بحر. نعم. وبالنسبه للصيد السردين كتطلع حتى 35 بحر. بالنسبه للصيد بالخيط كيمكن له يتراوح ما بين 8-9. لنجيو نشوفوا العدد ديال المراكب ونضربوها في العدد ديال البحر راه واحد. والصيد التقليدي كذلك، الصيد التقليدي كانوا كيمشيو جوج، دابا كاين الصيد التقليدي اللي كيمشيو فيه ما بين 4-6 ديال البحر في واحد في لوكال اللي هي صغيره، وهذا خطر كبير بالنسبه لنا. على ديك البحر كيف ممكن تكلموا على الوضع الاجتماعي ديال هذه البحر؟ واش كاين شي تحسين مثلا في الضمان الاجتماعي ولا هذا؟ لا الحمد لله، الحمد لله راه دابا ماشي بالنسبه السياسه اللي غادا بها الدوله راه هي ماشي من بعد في هذا الشيء. هذا بالنسبه للتغطيه
الصحية كينا، الضمان الاجتماعي كينا، ولكن المشكلة هو اللي مطروح كما سبق لي قلت لكم بالنسبة للمدخول، حيت دابا البحر كيمشي بالحصة كما كنقولوا في اسبانيو بالبارتيس. إذا الباركو كيخرج كيخرج كيعمل واحد المصاريف، الغازوال طلع واحد الثمن مهول اللي ما قادينش عليها، غير المحروقات كيديو ما بين 70 حتى 75% من المدخول ديال الباطو. شحال كيقادو؟ ديك 25% عاد كاينه تقسم مع باقي نو. هذا بالنسبه للمحروقات، والباطو يخرج يمكن يجيب يمكن ما يجيبش، يمكن يجيب شحال من مرات كيخرج الباطو كيمشي وكيخسر جوج طون. عنده على الاقل تقريبا المراكب دابا اللي كاينه لما بين الجار اللي ما عنده والو عنده 450 درخيل، لي موتور دابا 450 درخيل، وكاينه لا كونسوماسيون ديالو هذا اللي عنده قليل، وكاين اللي عنده 600 درخيل. لا كونسوماسيون الاستهلاك ديال هاد لي موتور كيمشي ما بين 80 85 لتر في الساعه. كاينه قبل في العريش كانوا لي شاليتي كيخرجوا ما كيخرجوا في الصباح بكري وكيدخلوا في العشيه الحوت الطري. اليوم لي شاليتي كيخصهم يمشيو شحال من ماينابتيك دو نافيغاسيون عاد يخدم، اوكي بقى دو 3 4 ما بين 3 ايام 4 ايام هو في البحر عاد كيدخل. هنا بينا بان الثروه السمكيه ما بقاتش. لي ساردينيه كذلك كيخرج يمكن يلقى الحوت يحلق عليه يمكن ما يلقاش، الماتريال كلشي غلا، التجهيزات كاملين غلاو.